اليوم أيها الأخوة الأحباب في واحد من بيوت العائلة المصرية هنا في المنسى في مقر الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية في ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، ذكرى رحيل قداسة البابا الأنبا شنودة عن عالمنا الفاني إلى عالم الأحياء الباقين في فردوس النعيم لينضم إلى صفوف من سبقوه من الأبرار والقديسين إلى الأبد. إن كنا اليوم نستقبلكم ونرحب بكم فبنفس القدر ترحبون بنا، وإن كنا نستقبل منكم العزاء فبنفس القدر نقدمه لكم. فالبابا شنودة هو ملك للمصريين جميعا. البابا شنودة بفكره وثقافته وسماحته ووطنيته هو ملك للمصريين جميعا، هو رمز من رموز مصر التي تزين تاريخها المعاصر عبر الأصول وعبر الأديان. بما أننا قد وفينا الطقوس الدينية حقها فاليوم نجتمع في مناسبة وطنية. ليست اليوم مناسبة دينية، فهي مناسبة وطنية. قد سمعنا قداسة البابا كثيرا في أشعاره عن مصر وعن حب مصر حينما يقول: جعلتك يا مصر في مهجتي وأهواك يا مصر عمق الهوى، إن ذقت عنك ولو فترة أذوب حنينا أقاسي النوى، إذا عطشت إلى الحب يوما بحبك يا مصر قلبي ارتوى، نوى الكل رفعتي فوق الرؤوس وحقا لكل امرئ كل ما نوى. حينما سمعنا وطنيته في شعره رأيناها أيضا في أفعاله، وقداسة البابا كان عظة قبل أن يكون واعظا، كان رسالة مقروءة ومسموعة من الجميع قبل أن يكون كاتبا أو شاعرا أو معلما، كنا نراه قدوة في كل شيء. قد علمنا قداسة البابا كيف نتعامل مع الأزمات ومع المشاكل. رأيناه كثيرا يصمت لكي يفضل الصالح العام على مصلحة خاصة للأقباط. تعلمنا منه كيف نتحكم في ذواتنا في الأزمات حتى تعبر. هو أيضا نذكر له أنه رفض أن يذهب إلى القدس بدون إخوته المسلمين. لقد علمنا قداسة البابا ما جاء أيضا في كتابنا المقدس، أن حب الوطن جزء من الإيمان، وأن الدفاع عن الوطن لا يقل مكانة عن الدفاع عن الإيمان. ولعلنا سمعناه مرات كثيرة يقول: أني مستعد أن أبذل نفسي عن إخوتي المسلمين. سمعناه بآذاننا ورأيناه بأعيننا يقول هذا الكلام. لعلنا نتذكر بعد أحداث 18 و19 يناير 77 حينما اجتمع الرئيس السادات وقتها مع أئمة الأديان في مصر، سمعنا قداسة البابا يتكلم كلمة رائعة كما وصفها السادات وقتها عن سماحة الإسلام وعن الوطنية، وكيف أن الإرهاب لا يكون دعوة لأي دين من الأديان، وكيف أن كل الأديان إنما تدعو إلى الحب والتسامح، وما الإرهاب إلا إفراز من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تعيشها المجتمعات. كلنا نشهد وقد رأينا محبته وصدقه في علاقاته بأصحاب الفضيلة شيوخ الإسلام، ونذكر على وجه الخصوص علاقة الصداقة التي كانت تربط بينه وبين فضيلة الشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي رحمه الله إمام الجامع الأزهر السابق، وأيضا علاقته الطيبة بفضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي أطال الله في عمره. ولا ننسى اللقاء التاريخي الذي كان بين قداسة البابا وبين فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، اللي وصفه ساعتها واحد من الصحفيين وقال إن هذا عيد من أفضل أعياد مصر.
كان فضيلة الشيخ راجع من رحلة علاجية في إنجلترا ويقرر أول ما قرر إن هو يزور قداسة البابا أول شيء. ووصف فضيلته وقتها هذا اللقاء بأنه منحة من منح الله له في محنته. وقال موجهنا الكلام لقداسة البابا، قال له إن أبنائك هناك كانوا دائم السؤال عني. وقال قداسة البابا ساعتها كعادته مكررا في كل المناسبات أنه بيننا مساحة مشتركة، لو اشتغلنا في المساحة المشتركة دي هنحقق الصالح العام. بيننا حيز مشترك، يمكن أن نعمل في هذا الحيز المشترك من أجل الصالح العام. أريد أن أختم قولي حتى لا أطيل عليكم بما جاء في سفر الرؤيا على لسان قديس يوحنا الرسول حينما يقول: اكتب طوبى للذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم، يقول الروح يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. إننا نصلي يا إخوتي في صلواتنا ونقول: ليس موت لعبيدك يا رب، بل هو انتقال. فقداسة البابا لم يمت، لم يمت في كتاباته، لم يمت في أبنائه، لم يمت في ذاكرة التاريخ التي لن تمحوها الأيام عن ذاكرة هذا الجيل. ولإلهنا كل مجد إلى الأبد، آمين.